آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هؤلاء هم الحجارة وهؤلاء هم النار، والله سبحانه وتعالى نصرنا عليهم اليوم وانتحروا ورجعوا إلى شحورهم. فلا نتشنج ولا نغضب ولا نقيم أعمالا تخريبية. نحن خرجنا من أجل لا إله إلا الله وحماية ممتلكات الناس، خرجنا من أجل الإسلام والمسلمين، خرجنا من أجل أن الناس ينعمون بالأمن، ومن مات دون مال فهو شهيد. من منطلق قال الله وقال الرسول ونصرة لهذا الدين خرجنا، خرجنا لدفع هؤلاء العلمانيين اليساريين الذين يبغضون الإسلام والمسلمين. خرجنا وقفنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسنات كل الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شاهدوا المشركين بأموالكم وأرؤوسكم وألسنتكم. نحن قلنا لهم لا، ووقفنا ضدهم، والحمد لله نصرنا الله عليهم وألقى الرعب في قلوبهم. ينبحون ويصرخون ولا يؤثرون فينا. سنبقى صامدون وسنبقى على كلمة واحدة وعلى قلب رجل واحد، على لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا نتشنج ولا نستعمل عنه. الأمر لا يحتاج منا، يحتاج من الإخوة أن تهبط وتضرب وتكسر، لا، ليس منهجنا. نحن ندعو الناس ونحاول نأخذ بيد الناس ونريد الأمن والاطمئنان للناس. فهؤلاء يريدون التخريب ولن يفلح، ولن يفلح ولن يفلح التخريب. لذلك إخواني جزاكم الله خيرا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل خطوة تخطوها في ميزان حسنات. آمين. وحاول في صلاة الجمعة فريق يصلي الجمعة الثانية في جامعة أربعة، وفريق يصلي الجمعة الأولى، لأنهم يتربصون فوق جمعة يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة أن يخربوا البيت. أرجو من إخواني هل لا يمشي كلهم من صلاة الجمعة، نصف يمشي الجمعة ونصف يبقى، ونصف الثاني يخرج مع الساعة الثانية أو الثانية. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير. شيء في رجل شو في؟